أجل أجل وهذا دخل أيوة طبعا قلت أجل طبعا كل الناس على سنة الله ورسوله ونعم بالله عليه الصلاة والسلام كل الناس بتعرف انه ما شاء الله هو مو بس ممثل مهم هو فارس مهم الله يحفظك لا عن جد طبعًا. وانا شفتك مره عم تتدرب بمصر كنا عم نصور فرحنا على انا اقول لك بقى على مفاجاه بقى فاكر في سرايا عابدين تمام الشوط بتاع الحصان وهو بيفلاي وبيقع من القلعه الشوط ده انا اللي كنت راكب والحصان الاسود ده بتاعي وكان على كروما اوه ما شاء الله عليك والله انا اللي عامل الشوط ده برافو مش عارف عمرو كان بيقول لي الاستاذ عمرو عرفه طبعا تحياتي للاستاذ كان بيقول لي اعمل الشوط ده ازاي قلت له ابعت لي المزرعه كروما فراح بعت لي المزرعه الكروما دي اللي هي الشاشه بتبقى خضراء عشان الساده المشاهدين يعرفوا بنشيلها وبنحط بدلها المباني والجرافيكس فهو خد وحطيت انا السد المانع عملناه على شكل طوب وانا اي ووز فلاينج وذ هورس ما شاء الله يعني انا كنت معاك في المسلسل من غير ما تعرف اي خدمه حضرتك مشان هيك نجح المسلسل حبيبي حبيبي ما فيني اقول قد ايه حلوين شو لابسين انتم اليوم